أصدقائي طلبة التعليم المفتوح، هنستكمل معا رحلتنا في تاريخ الفلسفة اليونانية بمحاضرة. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثالثة على التوالي في رحلتنا في الفلسفة اليونانية. في المحاضرات السابقة استعرضنا كانت مدخل لتاريخ الفلسفة اليونانية، معنى المصطلح، أهمية الفلسفة بين الفلسفة اليونانية والفكر الشرقي، المراحل الانتقال من الفكر الفلسفي إلى الفكر الأسطوري إلى الفكر الفلسفي from myth to logos. واليوم سنبدأ فعليا في دراسة أول المدارس الفلسفية اليونانية، البدايات الأولى للفلسفة اليونانية، المدرسة الأولى وهي مرحلة ما قبل سقراط، والتي تنقسم بدورها إلى عدة مدارس. فاليوم سنتحدث عن المدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد. طيب، تساءلنا في اللقاءات السابقة عن معنى مصطلح فلاسفة ما قبل سقراط أو فلسفة ما قبل سقراط، واللي بنطلق عليها باللغة اليونانية بروشوكراتيكي، بروشوكراتيكي، أو كما أسميتها أنا ما قبل السقراطية. للإشارة، هذه المرحلة تستخدم أو هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى المفكرين فيما قبل زمن سقراط الفيلسوف، ممن حاولوا أن يعرفوا ويبحثوا في تركيب العالم وطبيعة الأشياء وطبيعة الواقع. هم يتدرجون من ثاليس أو طاليس كما اعتدنا أن ننقله إلى اللغة العربية في أوائل القرن السادس قبل الميلاد إلى ديموكريتوس في النصف الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد. في مطلع القرن السادس قبل الميلاد شهدت شواطئ آسيا الصغرى، فاكرين لما ذكرناها عند الخريطة الخاصة باليونان والتي الآن هي تركيا الحالية، شهدت تلك الشواطئ تجمعات يونانية كانت هاجرت من اليونان الأم. لو تفتكروا فين الخريطة كصوابع الأيد، اليونان الأم كما هي الآن في خريطة العالم، انتقلت يمينا إلى بحثا عن الرزق والتجارة في سواحل آسيا الصغرى التي تشكل الآن تركيا الحالية، بحثا عن حياة أفضل. وكانت أشهر تلك المناطق والتي شهدت فعليا ميلاد الفلسفة اليونانية على يد الأب الشرعي لها ثاليس، تسمى إيونيا، إيونيا أو إقليم إيونيا. إقليم إيونيا هو المهد الحقيقي للفلسفة اليونانية، هو مجموعة جزر تقع غرب آسيا الصغرى على ساحل بحر إيجا كما يسمى الآن، وهو اسم إحدى القبائل الإغريقية القديمة التي سكنت هذا الإقليم. وأشهر مدن إيونيا هي مدن إيفيسوس، وهي أرض الفيلسوف العظيم الملغز هيراكليتوس، ساموس وهي مدينة الفيلسوف والرياضي فيثاغوراس، وميليتوس والتي شهدت ظهور الفلاسفة الثلاث ثاليس أنيكسيماندروس أنيكسيمانوس. هنا زي ما بنشوف في الخريطة هي دي اليونان، سواحل آسيا الصغرى، هنا ميليتوس، هنا مسقط رأس الفيلسوف هيراكليتوس العظيم إيفيسوس، وهنا رودوس، جزيرة رودوس ما زالت تسمى هكذا حتى الآن، وهنا ذيلوس. وهذه هي خريطة اليونان كما هي حتى الآن، شمالا ماكدونيا أو ميسيدونيا، وهنا جزيرة كريت، وهنا سبارتا المدينة العسكرية الشهيرة، وهكذا.
هذه هنا ظهرت الفلسفة لأول مرة. هنا عندما نقول سواحل آسيا الصغرى فنحن نقصد هذه المنطقة. بالفعل هذه المنطقة الآن هي تركيا كما نعرفها الآن. والغريب وربما المضحك أن هنا في إفسوس مسقط رأس هيراكليطوس في تركيا الحالية ما زالت تحمل نفس الاسم إفسوس، وهو حلم لي أن أذهب وأراها. للأسف لم أذهب إلى تركيا بعد. فإن تركيا تدرس هيراكليطوس على أنه فيلسوف تركي. هنا ترى كيف يستغل الآخر حضارة شعب آخر، يعني تركيا تستغل الحضارة اليونانية في تدريس هيراكليطوس على أنه فيلسوف تركي، وهو فيلسوف يوناني الأصل، تحدث اليونانية فقط، كتب باليونانية. كل ما تركه لنا هو شذرات من كتاب متبقي له، بريفيسيوس أو كتابه في الطبيعة، وهو أيضا باللغة اليونانية. وبالرغم من كل ذلك فإن الأتراك يدرسونه في جامعاتهم ويفتخرون به ويقدموه إلى العالم على أنه الفيلسوف التركي. ولكن في هذا الوقت لم تكن تركيا بعد، كانت اليونان. ننتقل بعد ذلك لنتحدث عن المدرسة الأولى كما ذكرناها في إقليم إيونيا، وظهرت في صورة حركة فكرية علمية الطابع كان هدفها تفسير ظواهر طبيعية. يعني فجأة بعد التفكير الأسطوري اللي تحدثنا عنه، حاول الإنسان اليوناني وقتها أن يتخلى شيئا فشيئا عن الأسطورة ويفسر الظواهر الطبيعية، أو يحاول على أقل تقدير في تفسير كل ما يحيط به بشكل نظري، شكل علمي، أو يبعد شيئا ما، يترك الأساطير والخرافات إلى جانب. فحاول الإيونس، الإيونس هم سكان إقليم إيونيا اللي لسه ذكرناه، اللي هو بيضم مدينة إفسوس، ساموس، ميليتوس وهكذا، وهي التركيا الحالية. حاول أهل إيونس الوصول إلى مبدأ واحد لأول مرة، أن يكون ويكون هذا المبدأ أساس لهذا الكون وسبب وراء جميع مظاهره، بمعنى محاولة الوصول إلى مبدأ واحد. هذا في حد ذاته محاولة للبعد عن التفكير الأسطوري والخرافي، والاتجاه بشدة لتفسير الأمور بشكل علمي منطقي. هنا عايزة أقول لكم إن إيوناس ده الكلمة اليونانية لسكان إيونيا. إيوناس يقال، وهو مثبت إلى حد كبير تاريخياً، أن هذا المصطلح تدرج شيئا في شيئا، إيونس إيونس يونان، ومنه كان وصفنا بالعربية ل إيلاذا. إيلاذا هو الاسم اليونان باللغة اليونانية، فتحولنا لوصف اليونانيين إلى إيونس أو يونانيين، وهو الأقرب إلى مصطلح يونان الذي يستخدم في اللغة العربية الآن. طيب، الفلسفة الأيونية أو الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد، أو مدرسة ميليتوس، وهي أول المدارس الفلسفية في التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، والتي وضعت لأول مرة مصطلح الفلسفة. مثلها ثلاث فلاسفة هم ثاليس، والذي يعرب إلى طاليس باللغة العربية، وأنيكسيماندروش وأنيكسيمانس. علاقة الثلاث أحدهما بالآخر كما نعرف ذلك من كتب التراث كانت علاقة الأستاذ والتلميذ، بمعنى أن أنيكسيماندروش كان تلميذا لثاليس، وأنيكسيمانس كان تلميذا لأنيكسيماندروش. موضوع بحث هؤلاء الفلاسفة كما ذكرنا كان واحد وأساسي، هو الوقوف على مبدأ واحد.
يكون وراء الفوضى والعماء ويكون ثابت وراء التغير. بمعنى أن هؤلاء الفلاسفة قد أدركوا أن هناك فوضى وعماء وتغير في هذا الكون، فكان تصورهم أن هذا العماء والتغير لابد أن يرجع إلى عنصر واحد، إلى سبب واحد هو الذي يمكن أن يفسر وفقا له كل شيء وكل ظاهرة طبيعية. فكان بحثهم المستميت عن سبب، عنصر واحد يمكن أن نرجع إليه كل الأشياء. فكان سؤالهم: مما صنع الكون؟ مما صنع العالم؟ ما هو المبدأ الأول؟ ما هو العنصر الأول؟ فجاء ثاليس أول فلاسفة اليونان، وكما نسميه الأب الشرعي للفلسفة ككل، على اعتبار أن الفلسفة اليونانية هي أول مراحل الفلسفة الغربية بصفة عامة، فإن طاليس بالضرورة هو أول فيلسوف وهو الأب الشرعي للفلسفة الغربية. طاليس عاش بين 630 قبل الميلاد و 534، ولد في جزيرة ميليتوش التي رأيناها في الخريطة، ويعتبر المؤسس الحقيقي للمدرسة الأيونية أو أول فيلسوف يوناني إن شئت. عرف بأنه متعدد الأصفار، واشتهر بأنه واحد من الحكماء السبع. مثبت تاريخيا سافروا إلى مصر حيث درس العلوم والهندسة على وجه التحديد على يد الكهنة المصريين. ويعتبر ثاليس أيضا أول مؤسس وأول فيلسوف استخدم الفلسفة كمنهج فكري مجرد للوصول إلى الحقيقة، بوصفه أول من تحدث، هو فيلسوف لوصفه أول من تحدث عن عنصر أول كأصل لكل شيء. نعرف أنه توفى في سن متقدمة، وأثناء مشاهدته أحد المباريات بسبب حرارة شديدة وشدة العطش. كتب على قبر ثاليس عبارة، وهي: في هذا القبر الصغير يرقد ثاليس العظيم الذي وصل صيته إلى السماء أو مجده إلى السماء. طيب، إلى جانب كون ثاليس فيلسوف أو الفيلسوف الأول الذي وضع الخطوط الأولى، الحروف الأولى للفلسفة، حتى أننا نصفه بالأب الشرعي لها، فيعرف عنه أنه عالم، عالم على وجه التخصيص، قد بحث في علوم الفلك والرياضيات. فيذكر الفيلسوف هيراكليتوس اسمه، وهيراكليتوس يعني كان من أشد الساخرين من السابقين عليه من فلاسفة، فمجرد ذكره لاسم ثاليس ده يعتبر وسام على صدر ثاليس. فيذكر هيراكليتوس اسمه بأنه أول من اشتغل بعلم الفلك، فهو إذن إلى جانب كونه فيلسوف هو عالم بدأ بدراسة علمية منظمة لعلوم كثيرة أهمها كما يلاحظ ويسجل ذلك الفيلسوف الغامض هيراكليتوس هو علم الفلك. يذكر لنا أيضا ديوغينيس لايتريوش، وهو من أهم المؤرخين للفلسفة، في كتابه الشهير عن أعمال مشاهير الفلاسفة. ديوغينيس لايتريوش يعتبر من أهم مصادرنا لمعرفة الفلسفة اليونانية. يذكر إذن أن ثاليس كان أول من تحدث عن المجموعة الشمسية، وحاول في نفس الوقت أن يقدر حجم الشمس. تخيل بقى، احنا بنتكلم في القرن السادس قبل الميلاد، جاء هذا الفيلسوف بدون أدوات، بدون أي معرفة، أن كانت له رغبة أن يقدر ويتحدث عن الشمس، كيف نقيسها
وكيف يمكن أن نقدر حجمه، وليس الشمس فقط والقمر أيضا. ويقول لنا ديوغينيس ليتروس أيضا أنه أول من اشتغل بدراسة الطبيعيات، معنى كل ما يتعلق بالطبيعة. أهم إنجازاته بصرف النظر عن كونه فيلسوف هو بحثه لأول مرة في تاريخ الفكر اليوناني، ربما الإنساني، عن عنصر أول يكون وراء جميع الظواهر. فكان شديد الاهتمام بذلك، أن هذا العماء، هذا التغير، هذه الفوضى التي تحيط الإنسان لابد أن تعود في النهاية إلى مبدأ أول، إلى عنصر أول يمكن أن يفسر كل شيء وفقا له. في اعتقاد ثاليس أن هذا العنصر، هذا المبدأ هو الماء، فقال ثاليس بالماء كعنصر أول، ربما لملاحظته لأهمية الماء لحياة الإنسان، لأن طبعا لازم نعود بنضع أنفسنا في أماكن هؤلاء، يعني ليس هناك أدوات، ليس هناك معارف أو وسيلة لنقل معلومات سابقة، فمجرد مجيء شخص في القرن السادس قبل الميلاد يوناني يحاول الوقوف وتفسير الطبيعة وكل الظواهر ويعود بكل شيء إلى عنصر واحد يتصور أنه الأصل لكل شيء ويرى أن هذا الشيء هو الماء، ربما أحاول أن أتكهن بذلك لشعوره بأهمية ملاحظته لأهمية الماء بالنسبة للكائنات الحية، للإنسان، للنباتات، لكل شيء. فكان اختياره للماء دون العناصر الأخرى ليعتبره أهم العناصر الأساسية والتي يعود إليها كل الظواهر الطبيعية والإنسانية الأخرى. يذكر له أيضا أنه تنبأ أيضا بدون أي أدوات أو أي معارف بكسوف حدث عام 585 قبل الميلاد، وبيذكر ذلك تفصيلا ديوغينيس ليتروس في كتابه عن مشاهير الفلاسفة، ويذكر كيف أنه قال أن في هذه اللحظة، في هذا اليوم، في هذه الساعة، أن ثاليس ذكر أن الليل أن النهار سيتحول ليل دامس، وهذا ما حدث بالفعل، فخلد له التاريخ هذا التنبؤ بالكسوف عام 585 قبل الميلاد. ينسب إليه أيضا أنه أول من قسم السنة إلى أربع فصول، أول من انشغل بهذا الفكر أن نقسم السنة إلى فصول، شتاء، صيف، خريف، ربيع، وهكذا. وأيضا أنه أول من قال بأن عدد أيام العام هي 365 يوما. إلى جانب ذلك يبقى أهم ما قام به وهو وينسب إليه، وهو قياسه لارتفاع الأهرامات. والحقيقة قد تم ذلك بطريقة بدائية وبسيطة جدا، فيقال أن ثاليس أثناء زيارته إلى مصر كان شديد الاهتمام بقياس ارتفاع الأهرامات، فقام بملاحظة ظله على سطح الأرض في كل ساعات النهار، حتى تبين له أنه في منتصف النهار الساعة 12 يتساوى ظله هو نفسه ثاليس مع طوله الحقيقي، فذهب وقاس الأهرامات في من خلال ظلها في منتصف النهار بالضبط. طريقة بدائية جدا وبسيطة، ولكن ربما كانت أول طريقة أو محاولة لقياس ارتفاع الأهرامات، وأصبحت مسجلة وتنقل إلينا عبر كتب التاريخ. إلى ثاليس أيضا ينسب أنه أول من اكتشف النظرية الهندسية القائلة بأن زوايا المثلث متساوي الأضلاع متساوية، كما نرى في هذا الشكل. هنا نستطيع أن نتبين كيف طريقته البدائية في قياس ارتفاع الهرم، فتبين له أن ظل الهرم في الساعة في منتصف النهار
بيصل بيستساوى تماما مع ارتفاعه الحقيقي، قد تبين له ذلك من ظله هو نفسه عندما قاسه في منتصف النهار. وهنا نص يوناني قديم بيقدم لنا بلوتارخوس بيشرح لنا كيف قاس ثاليس ارتفاع الأهرامات. الحقيقة طبعا أنا عارفة أن أنتم مش مطلوب منكم أنكم تعرفوا يوناني ولا كده، بس أنا حطاه توثيقا للمعلومة، لأن بلوتارخوس هو من حدثنا عن قياس ثاليس لارتفاع الأهرامات، وبنجد بيانات الكتاب موجودة أسفل السلايد. أعمال ثاليس إذن عندنا مشكلة بتصادفنا بصفة عامة عند دراسة الفلسفة اليونانية، وهي اختفاء أعمال هؤلاء الفلاسفة، بالتحديد فلاسفة ما قبل سقراط، فلم يتبقى منهم سوى شذرات بسيطة جدا، وقد جمعها لنا ديلز كرانس وهو الثنائي الألماني الشهير، وقدم لنا ذلك في القرن الثامن عشر في مجموعة تتكون من 3 أجزاء تضم فلاسفة ما قبل سقراط. والحقيقة أنهم هؤلاء الألمان قد قاموا ببذل مجهود رائع يعني للبشرية، فقد جمعوا كل شذرة متبقية أو يذكرها معاصر أو لاحق لفيلسوف في مرحلة ما قبل سقراط في مجلد ضخم من 3 أجزاء، ثم قدموا لها ترجمة ألمانية، بعد ذلك تحولت إلى كل لغات العالم باستثناء اللغة العربية. فأنت تستطيع أن تجد شذرات فقط لفلاسفة ما قبل سقراط وليس الأعمال كاملة، رغم معرفتنا أن كل فيلسوف منهم قد ترك أعمال لا بأس بها في الفلسفة. فعمل ثاليس شأنه شأن بقية فلاسفة ما قبل سقراط، قد فقدت جميعا، ومصدرنا الوحيد عنها تبقى إلى جانب شذرات ما قبل سقراط لديلز كرانس كتاب ليوجينس لايتريوش عن حياة مشاهير الفلاسفة، إلى جانب بالطبع أعمال الفلاسفة اللاحقين على هؤلاء، على رأسهم أرسطو ثاليس، والذي ناقش كثيرا من مواقف ثاليس الفلسفية. وبالطريقة دي تعرفنا على هذا الفيلسوف الهام. أهم المراجع الحديثة للتعرف على فلسفة ما قبل سقراط ومن بينهم ثاليس بالطبع كما ذكرت مجموعة ديلز كرانس، وكانت هي مصدرنا الرئيسي أيضا لشذرات هيراكليتوس المفقودة، وهي مجموعة تضم كل ما يمكن الوصول إليه من فلاسفة ما قبل سقراط. بعد ثاليس هو زي ما قلنا أول فلاسفة المدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد. بعد ثاليس بنتحدث عن الفيلسوف الثاني، وهو أنيكسيماندروش. أنيكسيماندروش هو تلميذ بدوره لثاليس، وهو واحد من عظماء المدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد، أيضا حاول بدوره أيضا الوقوف، قام بالتساؤل، نفس التساؤل، مما صنع العالم؟ ما هو المبدأ الأول الذي يمكن أن نفسر وفقا له كل الظواهر الطبيعية؟ ولكنه اختلف عن أستاذه فلم يقل بالماء، واخترع أصل جديد له ومبدأ، فقال بالأبيرون. أبيرون، الأبيرون هو مصطلح يوناني يتكون من شقين، الآ ينفي ما بعده، بيرس هو المتناهي، ومعنى الكلمة هو اللا متناهي. الأبيرون إذن عند أنيكسيماندروس هو اللا متناهي. الأبيرون كمبدأ أول للكون.
اعتقد أنكسيمندروش في وجود عدد لا نهائي من العوالم أيضا، وهي فكرة متقدمة جدا. يعني في القرن السادس قبل الميلاد جاء الفيلسوف اليوناني هذا أنكسيمندروش ليقول لنا ليس عالمنا هو الوحيد والفريد، هناك عوالم أخرى لا نعرفها. طيب نرجع تاني لمفهومه عن الأبيرون. ما هو الأبيرون؟ الأبيرون ليس عنصر واحد، ولكنه مزيج من العناصر الطبيعية المختلطة وحدها، يمكن أن تفسر مجيء الموجودات. خليط هذا الخليط هذا المزيج يمكن أن يفسر مجيء الموجودات إلى الوجود وفنائه. ربما اقترب أنكسيمندروس من أرسطو عندما وصف الأبيرون الأخير، أقصد أرسطو في كتابه الطبيعة، بأنه الجوهر الكامن بين العناصر الأربعة. يعني الأبيرون ببساطة عند أنكسيمندروس هو العناصر الأربعة مجتمعة، الماء الهواء النار التراب، ويفوقها ويفوقها هو شيء يعني متفوق عن العناصر الأربعة، يضم الهواء والماء والنار والتراب، خليط مزيج من كل هذا إلى جانب أشياء أخرى تفوق العناصر الأربعة. من هذا الأبيرون تجئ الموجودات جميعا حتى العناصر الأربعة، وإليه تفنى وتعود مرة أخرى. الفيلسوف الأكيد أنه لم يقصد بالأبيرون عنصر محدد، هو تصور ميتافيزيقي بالدرجة الأولى، فكأنه يتحدث هنا عن مبدأ أو جوهر وراء كل العناصر. عندما يقول لنا أن العناصر الأربعة جميعا موجودة في هذا الأبيرون اللانهائي ويفوقها أيضا، فنحن هنا أمام تصور ميتافيزيقي ويعود إليه مرة أخرى. كل شيء عندما يفنى يعود إلى هذا الأبيرون مرة أخرى، وكأنه يعني بلغة عصرنا الإله نفسه هذا الأبيرون عند أنكسيمندروس. ولأن من الأبيرون تجئ جميع الموجودات، لابد أيضا أنه من طبيعة مختلفة تحوي جميع العناصر وتفوقها أيضا. ولأن جميع الموجودات لها نهاية محددة تفنى عندها، ولأنها تفنى في الأبيرون، لابد أن يكون الأبيرون بلا نهاية، أي لا نهائي. أبيرون لا نهائي. ومثل تاليس كان أنكسيمندروس بدوره عالم في الرياضيات والفلك، وينسب إليه أيضا كثير من الاكتشافات. على سبيل المثال وضع أول خريطة للأرض المعروفة وقت ذلك، وأنه وضع في مقدمة خريطته تصميم لساعة شمسية. اعتقد أنكسيمندروس الرجل الثاني في المدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد أن الأرض ليست بحاجة إلى قاعدة ترتكز عليه ولا تدور، لأنها لا تقع في المنتصف، وبالتالي لا توجد ضرورة للاقتراب من اتجاه ما دون الآخر، فهي تقع على مسافات متساوية من بقية الكواكب. بمعنى أن أنكسيمندروس تصور كوكب الأرض أنه في منتصف العالم، لا توجد ضرورة لاقترابه من اتجاه دون آخر، وأنها تقع على مسافات متساوية من بقية الكواكب. الكون عند أنكسيمندروس لم يكن معنى مشوش، بل تصوره الفيلسوف على شكل هندسي منظم يمكن شرحه وتفسيره بمساعدة النظريات الهندسية. إلى جانب ذلك، تجاوزت اهتمامات أنكسيمندروس دائرة اهتمام تاليس، تفوق على أستاذه يعني. فإلى جانب أبحاثه الرياضية والفلكية والجغرافية، اهتم بعلوم الأحياء وتاريخ الحضارات والأنثروبولوجي والأرصاد الجوية.
هنا مصطلح أنثروبولوجيا، أنثروبولوجي اللي بنستخدمه أيضا. أتوقف وأذكر أنه مصطلح يوناني، أنثروبوش هو الإنسان، لوغوش حديث عن أو علم، علم دراسة الإنسان، ده معنى كلمة أنثروبولوجي، أنثروبولوجيا باللغة اليونانية. أنيكسيماندروش هو فيلسوف إذن وعالم موسوعي، أراد بدوره أن يقدم صورة متكاملة لمسار الأمور وتطورها منذ البداية وحتى عصره. يعتبر تصور أنيكسيماندروش للكون كخلية مستقلة ومنظمة ذاتيا ربما من أكثر التصورات العبقرية لهذا العصر. يمكن تلخيص أهم ما جاء به للخروج من التفكير الأسطوري في النقاط التالية. تذكر هنا أننا ما زلنا في رحلة ترصد مراحل تطور الفكر الإنساني ومراحل تحرره شيئا فشيئا من الأسطورة واتجاهه إلى التفكير العلمي المنظم. فيؤخذ لأنيكسيماندروش من الأشياء العظيمة التي قام بها أن الكون معه أصبح محكوم ذاتيا بقانون عام وليس بواسطة إله أو أي قوة أسطورية أخرى. يعني تخلص أنيكسيماندروش، الرجل الثاني في الفلسفة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد، من التصور الأسطوري الذي كان يرى في الكون أنه محكوم بصورة آلية، بصورة بقوة أسطورية وبقوة عظمى، قوة عليا. تخلص من هذا التصور وقاد إنسان هذا العصر إلى تصور الكون ككون محكوم ذاتيا بقانون عام وليس بقوانين أسطورية. مع أنيكسيماندروس أيضا أصبح القانون الكوني له علاقات بين أطرافه المتنازعة، علاقات منظمة بين أطرافه المتنازعة، وأصبحت أطرافه المتنازعة هذا الكون تتساوى جميعها في خاصية الوجود. يعني أطراف الكون موجودة بالفعل، تصور سابق لعصره حاول أنيكسيماندروش أن يدخله إلى الفكر اليوناني وقتها في طريقه للتحرر من الفكر الأسطوري. بنرصد أيضا ونلاحظ أن دائرة العدالة والقصاص لم تعد مع أنيكسيماندروش تتوقف على أهواء طاغية كما كان معهود، ولكن لها قوانين كونية تضبطها وتنظمها. يعني أصبحت هناك عدالة كونية تحكم الكون نفسه مع هذا الفيلسوف. أخيرا يمكن القول أن أنيكسيماندروش كان سابق لعصره، مثل ثاليس عندما تنبأ بداية بوجود عوالم متعددة، فكانت ملاحظته المتقدمة بأن هذا العالم الذي نسكنه ليس هو الوحيد من نوعه، ولكن هناك عوالم ولا متناهية. وأخيرا وضع أنيكسيماندروش كتاب بعنوان في الطبيعة بريفيسيوس، وكان هذا الكتاب من أهم الكتب الفلسفية الموضوعة وربما أول كتاب فلسفي يوضع باللغة اليونانية ويكتب بطريقة نثرية، ولكن للأسف ضاع كشأن، لم يصل إلينا كشأن معظم أعمال ما قبل سقراط سوى الشذرات قليلة جدا نستطيع أن نقرأها في مجموعة ديلز كرانز كما ذكرنا سابقا. هذه الشذرات التي ينقلها لنا مجموعة ديلز كرانز بيعلق عليها أيضا أرسطو ثاليس وثيوفراستس وسيبليكيوش، وفي أحد المقاطع بيذكر لنا سيبليكيوش أن أنيكسيماندروش
هو أول من وضع كتاب فلسفي على الإطلاق، يعني باللغة اليونانية طبعا. بعد أنكسيمندروس بننتقل إلى الفيلسوف الثالث على التوالي للمدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد. تذكروا نحن الآن في أول مراحل الفلسفة اليونانية، في مرحلة ما قبل سقراط، وندرس المدرسة الأولى لهذه المرحلة. مرحلة ما قبل سقراط تنقسم إلى عدة مدارس. أول هذه المدارس هي المدرسة الطبيعية، مدرسة ميليتوس التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد لتقدم لنا لأول مرة الفكر الفلسفي مع سؤالها أو تساؤلها حول مما صنع العالم، محاولة الوقوف على مبدأ أول، على عنصر أول تفسر وفقا له الظواهر الطبيعية والكون بأسره. أول الفلاسفة هو ثاليس، والذي يسمى بالأب الشرعي للفلسفة أو أول من تحدث بالفلسفة، ثم يليه الفيلسوف أنكسيمندروس وكان تلميذا له، ثم الآن حديثنا عن الفيلسوف الثالث لهذه المدرسة وهو أنكسيمانس، وهو سار على نهج سابقيه في محاولة الوصول إلى عنصر أول يكون هو الأصل، هو المبدأ الأول للوجود، وجاءت آراؤه كرد فعل وامتداد لآراء أنكسيمندروس. هنا بنشوف الذي قال هو الفيلسوف الثالث، وهو بحث مثل سابقيه عن عنصر أول، عن مبدأ أول يفسر وفقا إليه الوجود، فقال بالهواء، لم يقل بالماء مثل ثاليس، ولم يقل بالأبيرون مثل أنكسيمندروس، ولكنه جاء بالهواء كمبدأ أول وكعنصر أول للوجود، في تصوره أن الهواء هو أهم ما في الوجود، وإليه يمكن أن نفسر جميع الأشياء. جاءت آراء أنكسيمانس كرد فعل وامتداء بالفعل الأستاذ أنكسيمندروس، وتابع البحث العلمي، واستمرت أبحاثه في علوم الفلك والرياضيات، ويسند إليه اهتمامه الشديد بالتفرقة بين الكواكب والنجوم الثابتة، ومحاولته لإيجاد أوجه الاختلاف بينها، بين الكواكب وبين، طبعا ده موضوع مهم جدا ومتخصص جدا، ويعني مقارنة للعصر اللي حاول فيه أنكسيمانس أن يقوم بذلك. اعتقد في نفس الوقت أن الأرض هي قرص مسطح، وذهب إلى أن القمر معتم، شيء يعني برضو سابق العصر، وأنه يستمد ضوءه من الشمس. الهواء إذن وفقا لأنكسيمانس إير هو المبدأ الأول، فلم يتفق أنكسيمانس على وضع ثاليس للماء كمبدأ أول، وذهب إلى أن الماء ليس إلا صورة من صور الهواء المضغوط عند التكثف، فذهب إلى أن الهواء هو المبدأ الأول للوجود، ربما لملاحظته أيضا لأهمية الهواء في للإنسان ولكل الكائنات الحية. عملية التنفس نفسها لا تقوم حياة للإنسان أو للكائنات الحية دون الهواء ودون عملية التنفس وإدخال الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون وهكذا. ذهب إلى أن الهواء إذن عندما يصبح أكثر تكثفا، كان له نظرية في التخلل والتكثف، عندما يصبح، يقول لنا أنكسيمانس، الهواء أكثر تكثفا وتركيزا يصير ترابا، وعندما يكون أكثر خفة تتكون النار، عندما يتخلل الهواء يصبح خفيفا
يصير نارا. قدم إلينا إذن عملية جدلية، طريق صاعد وطريق هابط لمسيرة الهواء، كيف أنه عندما يتكثف ويصبح ثقيلا يتحول إلى تراب، وكيف أنه عندما يخف ويصبح شفافا وأثير يصير نارا. وهنا يمكن نرجع في وقت لاحق مع هيراكليتوس، قد إيه ممكن تكون نظرية أنيكسيمانس في عن الهواء، عن التخلل والتكاثف، يمكن أن تكون مؤثرة بشكل أو بآخر على فلسفة هيراكليتوس، بالتحديد عندما يتحدث عن دورة النار وكيف أنها تتحول في دورات مختلفة. وفقا لنظرية أنيكسيمانس، هذه بترد بقية العناصر الثلاثة إلى الهواء. يعني هو بيعتبر الهواء هو الأساس، هو المبدأ، هو الأصل، ومنه يجي الجميع وإليه يعود كل شيء. هكذا كان الهواء هو الكتلة المكانية التي تحوي الكل، ولها قوة حركية وروحية تفوق بقية العناصر. هنا أنا عايزاكم تلاحظوا إن حتى هذه اللحظة لم تكن فكرة الطاقة والحرارة دخلت إلى الفكر اليوناني. يعني ربما أنيكسيمانس هو أكثرهم اقترابا لمفهوم الحركة والطاقة، وليس بشكل مباشر بالطبع، ولكن مجرد اقتراحه لمفهوم الهواء، لأن الهواء طبعا تصوره له كانت عواصف رياحا، ليس فقط الهواء كعملية تنفس. فده مفهوم بيضم الحركة والطاقة داخله. يعني ربما دخل مفهوم الطاقة والحركة لأول مرة في التاريخ اليوناني بشكل غير مباشر بالطبع، في تاريخ الفلسفة اليوناني، عند أنيكسيمانس عندما قال لنا بالهواء كأصل للموجودات. بعد ذلك بيجي طبعا عند أنيكساغوراس مع مفهومه الثوري عن النوس الذي بيلمس الوجود بلمسة واحدة فيخلع فيه فيطفي عليه الحركة، حتى نصل مع أرسطو ثاليس المتأثر بلا شك من أنيكساغوراس في فكرته عن الحركة وتقديمه لمفهومه عن المحرك الأول الذي لا يتحرك. فيعني بالمناسبة أحب أسجل هنا أن ربما دخل مفهوم الحركة والطاقة لأول مرة مع هذا الفيلسوف الطبيعي للقرن السادس قبل الميلاد، عندما قال بالهواء أصل كل شيء وإليه ترجع الأشياء وإليه تعود. أخيرا لما نيجي نختم حديثنا عن المدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد، أو عن فلاسفة إيونيا، أو عن إن شئت فلاسفة ميليتوش أو الفلاسفة المالطيين، فإن أهم الملاحظات اللي بتستوقفنا أن فلاسفة المدرسة الطبيعية الأوائل في القرن السادس قبل الميلاد، هؤلاء ثاليس، أنيكسيماندروس، أنيكسيمانس، هم أول من وضع مشكلة فلسفية حقيقية عندما طرحوا السؤال عن المبدأ الأول، العنصر الأول. قدموا الحل بوضع نظرية فلسفية ترجع كل الموجودات إلى مبدأ أول، فكانت نظرية الوحدة في مقابل نظرية الكثرة، والتي سندرسها ربما فيما بعد. يعني كانوا بيدوروا يبحثوا عن عنصر واحد تفسر مبدأ أول، تفسر وفقا له التغير، الفوضى، العماء. فكأنهم وضعونا لأول مرة في تاريخ الفلسفة أمام مشكلة الوحدة والكثرة، وهي مشكلة فلسفية أصيلة لا زالت تشغلنا حتى الآن. طيب أنا عايزة منكم يعني تضعوا لنفسكم حاجة بيسموها في أمريكا one minute table،
يعني ورقة في دقيقة يعني. حاولوا تلخصوا، تعملوا نفسكم امتحان سريع كده، تكتبوا أهم فكرة في تصورك عن نظرية الوحدة عند الفلاسفة الطبيعيين للقرن السادس قبل الميلاد. رغم أنا لسه متكلمين عليهم دلوقتي، فاليس أنكسيمان روش أنكسيمان. يعني إيه نظرية الوحدة؟ حاول يعني خد النوت كده، هتقوم بده لوحدك في البيت كمحاولة للتفلسف زي ما قلنا كلنا فلاسفة بطبيعتنا. هننتقل بعد كده مع بعض لنتحدث عن مدرسة أخرى من مدارس مرحلة ما قبل سقراط. يعني احنا اتكلمنا عن أول مراحل ما قبل سقراط وهي المدرسة الطبيعية للقرن السادس قبل الميلاد، والآن سننتقل للحديث عن فيلسوف آخر، عن مدرسة أخرى تميز هذه المرحلة وبقيت تدرس إلى يومنا هذا، وأقصد المدرسة الفيثاغورية، نسبة طبعا إلى الفيلسوف الشهير فيثاغورس. فيثاغورس هو ليس فيلسوف فقط وليس عالم رياضيات كما هو معروف في العالم كله فقط، ولكنه ربما رجل دين، ربما رجل أسطوري، يعني بقي في تاريخ الفكر اليوناني في وحوله هالة من الغموض. أيضا فيثاغورس ولد في جزيرة ساموس، فاكرين لما شفناها على الخريطة دلوقتي ناحية تركيا. عاش تقريبا بين 585 ل 500 قبل الميلاد. اسمه أصبح مشهور في كريتوني في جنوب إيطاليا. اسم فيثاغورس بيرجع إلى تكريم العرافة الشهيرة بالثيا. له قصة غريبة في تسميته، أن والدته كانت عاقر فذهبت مع والده لزيارة ديلفي، ديلفوش، المعبد اليوناني الشهير بعرافته الشهيرة بيثيس، وطلبت منها أن تتنبأ لها لماذا لا تنجب، فقالت لها ابشري أنت الآن ستضعي ولد ومكرم. فأطلقت عليه والدته بيثاغورس، اسمه يتكون من شقين، بيثياس العرافة الشهيرة لمعبد ديلفي، وأغوري أغورس وهو الولد بمعنى ابن بيثياس. عندما خرجت من المعبد وهبته إلى العرافة الشهيرة فسميته باسمها ابن بيثياس بمعنى بيثاغورس، وهو المعروف لنا الآن باسم فيثاغورس كما ننقله إلى اللغة العربية. الحقيقة أن كثير من الأعلام أسماء الأعلام اليونانية لها معنى ومغزى، وتعريبها ربما يفقدها هذا المعنى. يعني فيثاغورس لا يقول شيء، ولكن بيثاغورس بيعيدك إلى القصة الشهيرة ابن بيثياس أو ولد بيثياس. كون فيثاغورس كون بدوره مجموعة قوية من الرياضيين كانوا يقدسوا العدد ده إلى درجة العبادة ويعيشون كالرهبان، فكانت جماعته أشبه بالجماعة الصوفية من الجماعة الفلسفية. يعتبر بدوره من أهم المؤثرين على الفلسفة الأفلاطونية، يعني من أهم المؤثرين بالفعل في فلسفة أفلاطون. إذا أردنا أن نرجعها إلى جذور، هو بيثاغورس من جهة وبارمينيدس من جهة أخرى. فيعني إذا كانت للفلسفة الأفلاطونية أعمدة، فهي فركيزتها بالفعل هي الفلسفة الفيثاغورية والفلسفة البارمينيدية من جهة أخرى. لمدرسة الفيلسوف كانت شروط صارمة جدا حتى تلتحق بها، فكان الانضمام إلى التعليم البيثاغوري يتطلب فضلا عن التطهير تطهير الجسد
من شهواته تطهير العقل بدراسة العلوم المختلفة خاصة الرياضيات والموسيقى وهكذا. كان كل طالب لابد أن يلتزم الصمت البيثاغوري، بمعنى 5 سنوات لا يتحدث، يستمع فقط ولا يسأل ولا يناقش، حتى يصبح عضو كاملا بالجماعة، وقبل أن يسمح له بأن يرى بيثاغورس أن يدرس على يديه. فكان لابد أن يمر من كل هذه الشروط الصارمة. قواعد المدرسة البيثاغورية إذن كانت تجعلها أشبه من مدرسة إلى مكان مقدس وليس إلى مدرسة فلسفية. فكان من يدخل المدرسة يقسم يمين الولاء لأستاذه ولبعضهم البعض وهكذا. كان يحرم على أتباع بيثاغورس أكل اللحم والسمك والفول وهكذا، وكان يوصيهم بشرب الماء وربما تحريم اللحم لسبب ديني ذي صلة بعقيدة تقمص الأرواح التي كان يؤمن بها بيثاغورس. يعتبر بيثاغورس بالفعل إلى جانب كونه فيلسوف هو من أشهر الرياضيين الذين تركوا إلى يومنا هذا نظريات تدرس في المدارس والجامعات. نكتفي بهذا القدر اليوم، وعلى أن نعود ونواصل في المرة القادمة حديثنا عن فلسفة ما قبل سقراط وتكملة بيثاغورس، ثم الذهاب في رحلة إلى مدينة أفسس مع فيلسوف الملغز هيراكليطس. إلى اللقاء في المرة القادمة.